موقع دكتور فرفر عليه مجموعة من البرامج. بعد هذه البرامج تقريبا تكلفته 10-20 دولار، لكن هناك برامج تكلفتها آلاف الدولارات سنويا. يجب تدفع آلاف الدولارات سنويا مقابل هذه البرامج، لأن بكل بساطة برامج احترافية، سواء برامج الأمن السيبراتي، سواء برامج تجميع المعلومات إلى ما غير ذلك. أنت مثلا تعيش في بلد عربي أو تعيش في الشرق الأوسط، يمكنك أن تحمل كيف ما تشاء، لأنه بكل بساطة ليس هناك أي مشكل نوعا ما. أوكي، لكن بمن يعيش؟ الناس تعيش بأوروبا، ناس تعيش بآسيا مثلا وأمريكا بالخصوص، أنا أعيش مثلا بكندا، لا يمكن أن أقوم بتحميل أي برنامج دون استخدام الفي بي أن أو استخدام البروكسي. بكل بساطة المسألة غير قانونية. لماذا الناس هنا تقوم بشراء الويندوز، تقوم بشراء البرامج الأنتي فيروس، أي شيء يخطر على بالك الناس تقوم بشرائه، لأنه ممنوع منعا كليا أن تستخدم برامج مقرصنة إن صح التعبير. سوف أعطيك مثال. نحن سألت، أنا سألت ذكاء اصطناعي شات جي بي تي، سألته هل هو قانوني أنك تقوم بتحميل برامج؟ قال لك يا سيدي ممنوع، يمكنك أن تسأل likely to be illegal، يمكنك أن تحمل برنامج الآن لن يحدث أي مشكل، لكن الأسبوع المقبل، الشهر الجاي، السنة المقبلة، يمكن أن تجيك رسالة من طرف مزود الانترنت، مزود الخدمة، لأنه قمت بتحميل برنامج. وأنا كنت أعرف شخص توصل بهذه الرسالة، قام بتحميل لعبة NBA الباسكتبول على جهاز الأندرويد، توصل برسالة بأنه قام بتحميل نسخة مقرصنة. التورنت ممنوع، لكن يمكنك استخدام الفي بي ان بروكسي، يمكنك استخدام مواقع الليتش، ويمكنك التحميل بدون أي مشاكل. لكن إذا تم اكتشافك يمكنك أن تتعرض لغرامات، خصوصا لما يتعلق الأمر بالأفلام والمسلسلات، مثلا المسلسلات Game of Thrones لما غير ذلك، لأنه شركة الإنتاج تشتغل عليها وتراقبها. أنا لا يمكنني أن أنشر لك روابط موقع دكتور فرفر، لا يمكن أعطيك الرابط، لأنه سوف أتعرض أول شيء لمخالفة على اليوتيوب، وأنا أتوصلت بمخالفة من أحد المطورين للبرامج، توصلت بمخالفة من برنامج برازيلي، واضطريت أن أحذف الفيديو، وتواصلنا مع الشخص، قصة طويلة. أنا للأسف لا يمكن أعطيك رابط تحميل، ليس لأنني لا أعرف كيف أقوم بنسخ ووضع الرابط في الوصف، بل لأنه ممنوع. وأنت على ما أعتقد إذا كنت أصلا مهتم بأن تشتغل على الإنترنت، فيمكنك أن تذهب إلى موقع الدكتور فرفر، وإذا لا تعرف كيف تدخل إلى موقع الدكتور فرفر، فأنا أنصحك أن تعيد طرح السؤال على نفسك ما الذي أفعله هنا، لأنه فقط تضيع الوقت. يعني إذا أصلا تعرف كيف تدخل موقع الدكتور فرفر فأنت تضيع الوقت. هذا كان فيديو خفيف، لماذا لا أعطيكم روابط التحميل؟ لأنه بكل بساطة ممنوع، لا يمكن أن نتعرض لمخالفة قانونية فقط لأنك لا تريد أن تدخل لموقع الدكتور ولا تعرف كيف تدخل إليه. كان معكم مستر أيت، ونلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة.